أخوتي أنا ما كنتم وحيتم ووجدتم، السلام عليكم بدون استثناء سواء في الداخل أو في الخارج. تحية الأصدقاء في الفيسبوك، اليوتيوب، تويتر. رانا في باريس في النواحي الباريزية اليوم، رانا مع أخونا هشام أصحاب سطيف العالي. أخونا هشام مرحبا بك في باريس. يسلمك خويا صلاح، واش رايك؟ لاباس والله الحمد لله. كيف راك خويا هشام؟ والله في نعمة. الجو بارد شوية؟ شباب سطيفة بس حصطيف برد على شويه. اولي وراني لا ما كانش ثلج. مرحبا بك في باريس خويا هشام. واش راك تشوف هنايا؟ الحاله مخدومه مسقمه، شوف شوف الطرقات والارصفه. يعني انا كي نجي لهنا لباريس يوجعني قلبي. يعني لا قولي قولي صح. شوف ما عندهم والو، ما عندهمش طروات اللي عندنا احنا في البلاد. شوف الله يبارك فيك، طرق مخدومه، الناس هانيه، ما كانش العياط. كانش العياط، كانش دزان. دوكا جيت في اسمو واحد ما يقيسك، واحد ما حنا في بلادنا راهو الطريق طرق مكسرين، ما كاين والو غير الزياده برك. زيدني في زادوا في البترول، زادوا في المازوت، زادوا في التريسيتي، غير الزياده برك. سبحان الله العظيم، والله العظيم انا كي نجي لباريس غير يعني فرق كبير. بلادنا مليحه، بلادنا نواره، بصح ما واش نقول لك خويا صالح؟ واش راه المشكلة خويا هشام؟ انت راك شاب الله يبارك، قريت في الجزائر، درست في الجزائر، تعلمت في الجزائر، عشت في الجزائر، وجزائرك لأوروبا، يعني وراء الخل، أين هو الخل؟ وراء المشكلة هنا؟ شوف خويا صالح، المشكل الشغل في الجزائر كي تنوض الصباح ما عندكش حاجة اللي زعما تطلع لك المورال، كل حاجة تهبط لك المورال، ما كانش حاجة، ما عندهاش بزاف. قال لك تزيد لك في التريسيتي، وزيد لك في الغاز، وزيد لك في المعلات، زيدني في الغاز. هنا ما عندهم والو، ما ينقصوا يعاونوا في الشعب تاعهم. وحنا تزيدني، علاه تزيدني؟ عاوني، عاون الشباب، علاه تقتل في الشباب؟ عاوني يا خويا، اعطيني نخدم، اعطيني. دوك يزاد للمازوت، وزاد ليسونس، دوك المعيشه تزيد، الترونسبور يزيد، يزيد غير على الزوالي. على الزوالي، بارك الله فيك. اما الوزير والمسؤول وعنده سياره الحكومه باطل، ماكله باطل، السكنه باطل، والترونسبور باطل. هذو ما يسحقوش، ماهوش كيما احنا، ماهومش كيما احنا، يعني نتمنى انا ان شاء الله نطلب من ربي، ان شاء الله البلاد هذيك والله ما تستاهل تمرمي. ان شاء الله انا حاب نعيش في بلادي، نعيش مليح، نعيش خير من احنا. باسكو بلادي خير من خير من خير من فرنسا. حاب نعيش مهاني، نعيش ناكل مليح، نشرب مليح، نعيش ولادي مليح. راهو ما كاين والو في البلاد، راهو ما كاين والو، ما كاينش حاجه تفرح. الله المستعان خويا، ربي يسر ان شاء الله. امين ان شاء الله. يعطيك الصحه خويا هشام. خونا رضا من الكفاءات الجزائريه في باريس، مرحبا بك خويا. واش راك رضا؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. خويا انت سمعنا بليك كنت تدرس في الجزائر. هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الطاقم الفني تاع احنا في احنا كل جنود خفاء، ونشكر هذه الحصة ان شاء الله، وربي يدومها ان شاء الله. امين. انا رضا حفص، استاذ تعليم ثانوي ومصاب في العين، يعني قمت بعدة عمليات جراحية في الجزائر، ومالوريزمون جي با ميديكامون، جوتيليز ميديكامون كي با ديسبونسي او بلاد، سا كوت 300 اورو اونتيروجي افي. C'est pour cela que je suis en France maintenant, mais où je suis en Goule, je suis en Goule. Je suis en Goule, 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 je suis en Goule. Il s'appelle la cyclosporine 2%, anti-rogie à vie. Ça, c'est la troisième greffe. Où je suis en Goule, il est là, Mohamed Rasoulallah. Je suis en Goule, je suis en Goule, je suis en Goule. هي المرتبة تاع الجزائر راهي أكثر من الوالدين، مانيش مفرط في بلادي، مي مالوريزمون رانا هنا رجال العلاج، وربي إن شاء الله يجيب لنا الشفاء هذا باش نقولوا، وربي يهدي حكامنا، باسكو علاش حاجة كيما هذه أبسط مشكل كيما هذا تاع الدواء هذا، نقعد هنا في فرنسا نترامى على جال القرعة تاع الدواء، صراو لي با مال دي كومبليكاسيون ميديكال، ندخل هنا لوبيتال ساكوت تخو شير، الحمد لله عطاوني بريزون شارج هنايا، ديما راني نداوي باطل، الدولة تاعي ما عطاتنيش، جريت في لاسيرونس لابا. جريت في الجزائر بالمعارف، وجريت وما ديش لا بريزون شارج، دزدوا لي عيني هاي نام لاغوش اللي عاد تشوف فيها قليل. هذه في الجزائر، مستشفى الجزائر. هذه في مستشفى تاع الجزائر، في بليده، في العاصمه، في بني مسوس، ما خليت حتى طبيب. قطرت 5 كاميون تاع دواء تما، مي مالوريزمون قعدت نعاني بوندون 5 اون ديبي 2004
جوسكا 2009 2009 درت فيزا جيت هنايا هاني نعالج بالدواء هذا داروا لي عمليه جراحيه ما زلت يعني توجور سور لو تريتمون كانت احسن راهي احسن ملي كانت الحمد لله الحمد لله الحمد لله واحد يحمد ربي شنو المشكل تاع الدواء هذا ما كانش في البلاد ني با ديسبونسي لابا ما كانش والله ما يسعى ني تونس ني واغادوغو ني افريقيا والله ما يسعى الدواء هذا ها نعطيكم ليه ها سبحان الله هذا هو المشكل تاعي انا اللي راني خليني هنا في فرنسا نطيش العائله كومبي تاعي خويا رضا انت استاذ في اي مدى مادة فيزياء وكيمياء سبحان الله يعني عندي 14 سنه سيرفيس 14 سنه وانا استاذ تعليم ثانوي وهنا هاك تشوف هناك فرق ربي يكون معك ومع كامل الجاليه يعني ان شاء الله, الله. كل الناس تعاني هنا خوتنا كلهم يعانوا ما كاين ديجان هنا بزاف ثاني راهم يتراموا بزاف ماشي مساله تاع مرض ولا عنده مشاكل اخرى يعني تعدى بزاف مي واش نقول ربي يهدي حكامنا سيدي امين خويا ربي يهدي ربي يهدي اتو اش عندك انا في باريس اخويا عندي دوبي 2009 شكا ماتنون عندي سويفي تاع 3 مو افي مشيت لاسيرونس تما قلت لهم جيبوا لي غير الدواء تاعي هذا يعني. استقام تقريبا 5 ملايين صوردنا بريتكور ماشي بريتكور بري مارشين وار تاع برا واش راح دير يا توكل الاولاد ولا دير الدواء هذا في عينيك ما كانش هذا هو البروبليم تاعي المهم رساله اخر رساله اخويا ربي يكون معاك امين وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول في كل مسعول لا يعرف كيف يستغل حاجه حبيت نزيدها برك اليوم في المطار تاع كيعود جاي في الخطوط الجويه الجزائريه مطار سطيف قالت لي راهم البريمي في ان شاء الله راح يقلبوا 10 كيلو زايد هذه كينقصوها تقشف حتى في الميزان داروا تقشف داروا رجعوها دوكا غير 5 كيلو يعني سبحان الله والله راح ينحوا 10 كيلو هذيك نحاول 10 راحين ينحيوها برومي فيفري ان شاء الله هكذا قالت لي برومي فيفري يرجعوها غير 5 كيلو يعني سبحان الله العظيم غير ينقصوا الشعب هذا ما فهمتش انا واش يحوسوا يديروا واش يحوسوا يقلبوا ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي حكمنا امين وينور طريقنا ان شاء الله امين وسولنا عليهم خويا رضا اخر سكري ما الناس يشوفوك ونبلغ سلامي الحار الى كل الشعب الجزائري والوالدين خاصه الاب عباس حفاصه والام حده معيوف وكل عائله حفاصه بالداخل والخارج وعائله معيوف بالداخل والخارج وخاصه ابنتي ايه ومريم والزوجه صالحه عليمة كحول وكل عائلة كحول والطاقم الفني اللي نشكرو بزاف حنا في حنا وحسب ثاني واش قالوا في الجورنال اللي اخونا عبد الغني مهدي ربي يحفظكم ان شاء الله والعربي زيطوط نحبوا بزاف العربي زيطوط نموت عليه بزاف ربي يهدي الناس وربي يهدي الحكام وتقوا الله في الشعب الجزائري هذا واش تقوا الله في الشعب الجزائري هذا ربي يحفظكم ان شاء الله قلب راه معمر بزاف والله راه مغدد ومعمر لا اله الا الله محمد ربي يصرح لنا خوتي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربي يحفظك سعيد السلام عليكم